بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا أردنا أن نفهرس العناصر الدخيلة في إثارة الإنسان وإثارة شهواته في هذه الحياة الدنيا، فلا نشك بأن شهوة النساء من أقوى الشهوات في عالم الوجود. ولهذا نلاحظ في آية حب الشهوات القرآن الكريم يذكر شهوة النساء في أول هذه القائمة، حيث يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية. ولا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، أن المزين هو حب الشهوات لا ذات الشهوات. ذات المرأة ليست بمذمومة. الكلام في الارتباط والعلاقة التي هي في جانب السلب لا في جانب الإيجاب. ما هي التوصيات العملية في هذا المجال؟ أولا، لا ينبغي أن ننكر بأن العلاقة بين الجنسين، التجاذب الموجود بينهما، ليس تجاذب خيالي أو وهمي لنقول لفلان لا تفكر فيما أنت فيه. الحقيقة أن هنالك أجهزة في جسم الإنسان تفرز بعض الهرمونات المهيجة للشهوات. هذه الإفرازات في حدها الطبيعي ضروري لإدامة حركة الحياة والتناسل. المشكلة الإنسان بسوء اختياره، بنظراته، بسمعه، بتخيله، بممارساته، في الواقع يقلب الموازين الفسيولوجية في بدنه، فيختل توازنه الجسدي. يعني هنالك بعض المحطات في جسم الإنسان تجعل الإنسان يتوجه إلى هذا الجانب بشكل مفرط. الإكثار من الأفكار الشهوانية والصور الشهوانية، سواء حقيقية أو صورية، أنا أعتقد أن هنالك جانب من المخ يتأقلم مع هذا الجو، ولهذا يأتيه الهواجس في هذا المجال، ينام فيرى ما يناسب تلك الهواجس، ينظر إلى المرأة البريئة فيحولها في ذاكرته إلى صورة غير جميلة، يصلي، يقوم ويقعد. والبعض هذه الأيام يسأل كثيرا في كيفية التخلص من هذه الهواجس المزعجة، والحال بأنه هو الذي يثير الخيوط الأولية في هذا المجال. لابد إخواني من أن نكون صريحين مع أنفسنا. أولا، الابتعاد عن كل مصادر الفتنة. القرآن الكريم في حركة وقائية، أسلوب الشريعة الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج كما يقول المثل. فإذا الخطوة الأولى هو في إبعاد المؤثرات السلبية. لاحظ الشريعة جعل مجموعة من المحرمات في هذا المجال، البعض قد لا يستوعب حقيقة هذا الحرام فيعترض، منها مصافحة النساء. يقول قائل: إذا صافحت امرأة أجنبية وقد تكون مثلا مكتملة في سنها، متزوجة، ما الضير في ذلك؟ الكلام في أصل سياسة الفصل بين الرجل والمرأة ومنع حالة الإثارة، المصافحة، النظرة المريبة. لاحظوا في القرآن الكريم، القرآن وهو الكتاب الناطق عن الله عز وجل ينهى المرأة عن الخضوع في القول. لماذا؟ من الأسباب: فيطمع الذي
في قلبه مرض. ليس كل الرجال في قلوبهم مرض، ولكن هنالك قسم من الناس في قلوبهم مرض. على المرأة أن لا تخضع في القول أمام الجميع لئلا تقع في السلب من هذه الطبقة، وقد تكون قليلة، قد تكون المرأة تعيش في بيئة يقل فيه هذا يقل فيها هذا النمط، ولكن هذه هي سياسة الشارع. على مستوى الكراهة والمبغوضية للحرمة، إنسان جلس في مجلس، امرأة جلست في مجلس فانتقلت حرارة بدنها إلى ذلك الكرسي مثلا، لا تجلس في ذلك المكان لأن حرارة بدنها أيضا تثير عندك الغرائز. فعليه السياسة العامة في هذا المجال هو الابتعاد عن المثير. وأخيرا، لولا فضل الله عليكم ورحمته، حقيقة لولا هذا الفضل الإلهي ما زكى منا من أحد، ولا اتبعنا الشيطان إلا القليل. رب العالمين هو الذي جعلك في مستواك، لولا هذه الرعاية سفرا حضرا يقظة نوما لما كنت فيما أنت فيه. فإذا ارتفعت الحصانة الإلهية صدر منك ما لا يخطر ببالك أبدا. ولهذا في سورة يوسف نقرأ هذه الآية: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذه هي الحماية الإلهية للمؤمن، هذه الحماية ترتفع إذا عمل الإنسان ما يوجب رفع هذه الحماية، فلنكثر من الحوقلة والاستغفار وتكرار هذه العبارة في كل زلة: وأفوض أمري إلى الله، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. معايشة هذا الجو مما يرسخ جانب الحصانة في سلوك الإنسان المؤمن في تعامله مع مفردات هذه الحياة. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى بجاه محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات. وَالنَّهَارِ